الله يمسيكم بالخير. عندي قصيدة في القبيلة، والقبيلة تستحق أكثر من كذا. قصيدة ترحيبية. الشعر مثل الكيف يقلط في مقاليط الرجال، يقول هل لي عارف فتل العقد وحلولها، أما كتبته من سطر ماني بكاتب من هبال، لأن الأوادم ما يميزها يكود عقولها. واليوم يا شعري بعد ما جيت ثم جالك مجال، حتى بيوت تعجز الشعار ما وصلوا لها. إن كان هب المعرفة فالمعرفة لي راس مال، وإن كان هب الشعر حاويها وعن خيولها، ورثتها ميراث جدي قبل ميراث الخوال، يوم إن بعض الناس لا عنده ولا هو حولها. من بعدها يا مرحبا عداد براق الخيال، وعداد من طافوا على الكعبة ومن صلوا لها، في حفلة أهل الطيب وأهل الجود وافين الخصال، اللي على طول الليالي ما تضيع فعولها. هل هلا مع مرحبا والهيل في صفر الدلال، وبيوتهم طول الزمن ما قفلت بقفولها. والشاعر اللي ما ينوم سلابته في كل حال، يجيع نفسه من مرضها ما يغلق حولها. ربعي بني عاصي هل الماقف كريمين السبال، افعالهم كل الخلايق قبلنا قروا لها، قول مثبت من على الجدان ما هو قيل قال، عيب على اللي هرجته ما ثبتت ويقولها. قد قال والسلمان مثل الضلع ثابت لا يزال، شاعرهم اللي قالها علابته وزحولها. يوم الملاقة والمواجهة والمخاصم والقتال، يوم الرحى تطحن وقاتلها على مقتولها، سلاحهم دهم الفرنجي والمفتل والسلال، قدام تفريق القبيلة واتساع نزولها. واللي يفرق صفنا في هالزمن ذبحه حلال، اللي على ملوم بالفتنة يدق طبولها، يسعى ورا الفرقة ويدفع لأجلها غال الريال، وإن شافه واللي تايعه صفوا لها ومولها. ومن بعدها يا مرحبا عداد براق الخيال، وعداد من طافوا على الكعبة ومن صلوا لها.